وإلى متابعة الأخبار المحلية، أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للشباب في كرة القدم عن وقوع المنتخب الوطني للشباب مع نظيره السنغالي في الدور الثاني وقبل الأخير للتصفيات، حيث تقام المباراة الأولى في السنغال يوم 11 من مايو المقبل، بينما تقام مباراة العودة في مصر أحد أيام 18 و19 و20 من الشهر نفسه. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعفى منتخب الشباب من دور التصفيات الأول والمقرر إقامته في نهاية مارس المقبل فيما يقابل في الدور الأخير للتصفيات في حالة تخطي عقبة السنغال الفائز من منتخب الكونغو ومنتخب بوتسوانا أو ناميبا، حيث يلتقي منتخب بوتسوانا وناميبا في الدور الأول للتصفيات ويلتقي الفائز منهما مع الكونغو في الدور الثاني للتصفيات. قرر المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة عقد أولى اجتماعاته الرسمية يوم السبت المقبل لانتخاب رئيس ونائب رئيس المكتب، وذلك بعد اكتمال تشكيله بتسمية الاتحاد المصري لكرة القدم لممثليه في عضوية المكتب وهما صفي الدين بسيوني وثروة سويلم. وكانت أندية القسم الممتاز لقد اختارت 5 ممثلين لها في عضوية المكتب وهم محمود الشامي، إسماعيل سليم، عثمان دسوقي، أحمد عثمان وماجد نجاتي، ومن المقرر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء 7.